زوروا معرض الأم والطفل ابتداءً من 6 ولغاية 8 ديسمبر 2012 في مركز دبي التجاري العالمي قاعة زعبيل. 3 أيام من النشاطات ندعوكم فيها للتسوق لأكثر من 100 منتج للأم والطفل. سوف يقضي الأطفال وقتاً ممتعاً في الغناء واللعب مع شخصياتهم الكرتونية المفضلة وورشات العمل المجانية. مهلاً، هناك المزيد. سيستضيف معرض الأم والطفل العديد من خبراء التربية للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، بالإضافة للعديد من العينات المجانية وخصومات على الكثير من الألعاب والأحذية من كروكس تصل إلى 80%، جوائز بقيمة 1000 درهم يومياً وفرصة للفوز بإقامة في فندق وحديقة الإمارات للحيوانات. تعالوا وشاركونا المرح من 2 حتى 10 مساء يوم الخميس ومن 12 حتى 9:30 مساء يومي الجمعة والسبت. معرض الأم والطفل متعة لجميع أفراد العائلة. www.motherbabyandchild.com